الحضور الكريم باسمي وباسم اللجنة التنظيمية لمسابقة يا قارئ القرآن أقبل، أرحب بهذا الجمع المبارك لا يهدي للتي هي أقرب. إذن أيها الحفل الكريم، نحن وإياكم بصدد مسابقة خاصة بتجويد القرآن الكريم، مسابقة تحت عنوان يا قارئ القرآن أقبل. يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالشر دعاءه بالخير يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. طبعا وإناثا وفئة الحافظ المتقن، ويشارك فيها قارئان اثنان، يعني في المجموع ثمان قراء. وهؤلاء الثمانية تم انتقاؤهم من أصل 17 مرشح، يعني لما وضعنا الإعلان عن المسابقة تم يعني إيداع 17 طلب ترشيح، ومن هؤلاء يعني رفقة اللجنة التحكيمية تم انتقاء 8 مشاركين. عفوا، هذا الانتقاء كان صعب، لأن هؤلاء المرشحين أبانوا على مستوى. أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء وما كنت لديهم إذ اجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. السماء وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب.
وقال الذين اتبعون وأن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء تنادي تنزل لهم
عند الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، بديع السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. أن يديم عليكم هذه النعمة، فأنتم والله حقيقة في نعمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها عليكم، ونتمنى لكم حظا أوفر في باقي المسابقات وباقي الاستحقاقات، ونتمنى إن شاء الله أن تكون هذه هي البداية لمجموعة من الأنشطة أخرى إن شاء الله في هذا المجال. نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا، ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، وإن ضاق أمر به فرجا. وأي الخلائق إلا غدا إلى الله مفتقرا أحوجا، فبالله فاستغن عن خلقه فلا نفع من غيره يرتجى، ووجه بصدق إلى بابه فلم يلفه مرتج مرتجى، إليه التجئ.
وصول للجنة التحكيمية كل باسمه ومقامه، سي ياسين الخباش، سي محمد الهواري، سي سعيد البقال، على تعاونهم وعلى سهرهم لإنجاح هذه المسابقة. كذلك جزيل الشكر موصول للسلطة المحلية بولماس، جزيل الشكر موصول أيضا للسادة الحضور الكريم، لكم جزيل الشكر على ما قدمتموه لنا.